أهلا بكم من جديد. يواصل معرض الخريف بنسخته 30 جذب الآلاف من الزوار والمتسوقين من داخل وخارج مملكة البحرين لما يقدمه من مجموعة واسعة من المنتجات والسلع من مختلف دول العالم وبأسعار تنافسية تحت سقف واحد. التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجيوسي. مع احتفاله باليوبيل اللؤلؤي يتحول معرض الخريف بنسخته 30 إلى قبلة المستهلكين الأولى والأكثر شعبية في مملكة البحرين بفضل استقطابه أكثر من 650 عارضا واعتباره مصدرا مهما للموردين والوكلاء في منطقة الخليج العربي خلال 9 أيام من زخم تجاري منقطع النظير. هذا المعرض فرصة حقيقية لعرض المنتوجات لمختلف الدول من خلال عدة شركات التي فاق عدد هذا السنة 650 شركة، والمغرب مشارك من خلال مؤسسة دار الصانع التابعة لوزارة التجارة والاقتصاد الاجتماعي من خلال منتوجات حرفية تقليدية، وقد من خلال الجولة التي قمنا بها لمسنا عن قرب مدى التنوع الكبير الذي ميز المعرض هذه السنة. أنا باجي على البحرين من 12 سنة، يعني مش يعني السنة أول سنة، يعني أنا لو لف العالم كله يعني ما برتاح نفسيا إلا بالمنامة والبحرين. والله حرصي على المشاركة بالمعرض، يعني التسهيلات الموجودة يعني من الجهات الرسمية، وبعدين الفائدة الحمد لله رب العالمين. بعدين أنا بحب أتعامل يعني مع الشعب البحريني، شعب راقي ومتعلم وسهل التعامل معه. والله في تسهيلات حكومية للعارضين بالمهرجان وكذا، والله في إقبال الحمد لله. أنا العسل اليمني مشهور وفي فوائد عظيمة سبحان الله، يعني مذكور بالقرآن. يعني تزدان جنبات مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بتشكيلات لا حصر لها من المنتجات اليدوية والمنسوجات والمأكولات والإكسسوارات من مختلف دول العالم ينتظرها جمهور المستهلكين بفارغ الصبر كل عام، ليشكل فرصة مثالية لإنعاش صناعة البيع المباشر مدعومة بالتسهيلات الحكومية المقدمة للعارضين عبر كافة المنافذ. الحين احنا تقريبا 30 سنة نشارك في المعرض، الحمد لله وايد وايد زين معرض، بركات الله وبركات التمكين يساعدنا 50%، وايد زينين احنا مرتاحين فيهم واستقبال وايد ممتاز الحمد لله، كل سنة قاعد يزيد، يعني فوق 50-60 دولة اللي يجون في البحرين في هاي معرض الخريف. احنا ننتظر ان شاء الله كل سنه يصير مرتين ان شاء الله، احنا ودنا يصير يعني وايد اقبال على موجود هذا. طال عمرك احنا يعني احنا شرف لنا ان احنا نشارك بهالمعرض زين، وجايين احنا من محبه حق اهلنا الثانيين في البحرين، وهذا من المعارض اللي انا شركتنا تحرص ان احنا يعني ما نتركها. احنا في معارض وايد تركناها بالخليج، لكن معرض الخريف من المعارض الناجحه اللي يعني ما نقدر نوقف ان احنا ماني حق نشوف زبايننا وربعنا، وعلى مستوى الخليج كله يعني شركات عربيه وشركات خليجيه مشاركه وشركات اجنبيه. فاحنا الحمد لله احنا من سنه 1996 واحنا نشارك في البحرين، الحمد لله لنا بصمه طيبه داخل هالمعرض، والناس تتعنى وتينا ومسوين منتجات، دائما نسوي منتجات جديده ننزلها حق البحرين. ويبقى معرض الخريف وبشهادة أهل التجارة من كافة أقطاب المعمورة وجهة تجارية استثنائية تحمل في جعبتها مردودا اقتصاديا كبير وحركة سياحية نشطة من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى آفاق عريضة من الازدهار والتطوير. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالم.
نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.92% بإقفال على مستوى 1374 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 8,829,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,524,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 136 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 86% من إجمالي التداولات. وأما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.36% بإقفال عند مستوى 8,435 نقطة، مع هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع الاستثمار وأيضا التمويل. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أغلقت على تراجع طفيف بنسبة 0.03% بإقفال عند مستوى 5,480 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع أسهم قطاع السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي في تداولات اليوم. سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهدت تراجعا أيضا بنسبة 0.19% بإقفال عند مستوى 4,961 نقطة بسبب انخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية. أما السوق الإماراتية الأخرى سوق دبي المالية فقد أغلقت على تراجع بنسبة 0.25% بإقفال عند مستوى 2,510 نقاط بتأثير من تراجع مؤشر قطاع الصناعة. أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية شهدت ارتفاعا أيضا بنسبة 0.34% بإقفال عند مستوى 4,180 نقطة، مع ارتفاع أغلب مؤشرات البورصة العمانية. أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية مذكرات تعاون لتوطين 80,000 وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات بدءا من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020. وتأتي هذه الاتفاقيات المبرمة بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية ورفع المستوى المهاري للسعوديين. على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة دماك العقارية الإماراتية حسين السجواني اعتبر الوضع المالي للشركة جيدا، حيث بلغ حجم السيولة في دماك العقارية أكثر من 6 مليارات درهم، مبينا أن الشركة ستدفع أكثر من 1.5 مليار درهم من القروض السابقة خلال العام الجاري، وستسلم نحو 8,000 وحدة سكنية. قال المدعي العام في لندن إن 4 مسؤولين سابقين في بنك باركليز قد توطؤوا لإخفاء مدفوعات غير قانونية إلى مسؤولين قطريين قيمتها 322 مليون جنيه استرليني. وكان قد تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق جون فيري وثلاثة آخرين بالاحتيال في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2008. وكانت قطر قد قامت وقتها بضخ 4 مليارات جنيه استرليني في بنك باركليز مقابل فائدة قدرها 3.25%، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما دفعه باركليز للمستثمرين الآخرين في ذلك الوقت. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. نادي ريال مدريد الإسباني يحصد المركز الأول في الإيرادات خلال العام الماضي ويتجاوز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
توقع خبراء اقتصاديون نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.3% في السنة المالية الحالية المنتهية في شهر يونيو المقبل ودون تغيير عن التوقعات السابقة. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات أبرم مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر عام 2016 أملاً في تعزيز ثقة المستثمرين. وتشمل الإصلاحات تطبيق القيمة المضافة وإجراء تخفيضات على دعم الطاقة وخفضاً كبيراً في قيمة العملة. أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير عند حد الصفر، وذلك في أول اجتماع بعد إيقاف عملية إعادة شراء السندات. وقرر المركزي الأوروبي عبر بيان السياسة النقدية تثبيت معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي، ليظل بذلك متمسكا بسياسة القروض الميسرة التي يرمي من خلالها إلى تحفيز النمو في المنطقة الاقتصادية. ووفق هذا القرار فإن البنك سيواصل ضخ الأموال في الأسواق من خلال تقديمه قروضا ميسرة للبنوك التجارية التي تمنح هذه الأموال دون فائدة للشركات لتحفيزها على الاستثمار، الأمر الذي يؤدي في أفضل الأحوال إلى تحفيز النمو الاقتصادي. تمكن اقتصاد الفلبين من النمو للعام السابع على التوالي في عام 2018، ولكن بأبطأ وتيرة في 3 سنوات، وهو جزء من التباطؤ الاقتصادي الذي اجتاح دول العالم في العام الماضي. وكشفت بيانات حكومية في الفلبين أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنحو 6.2% في العام الماضي مقابل 6.7% في عام 2017. وساهم التباطؤ في نمو الإنتاج الصناعي في تراجع الناتج المحلي للدولة الآسيوية، حيث نما بنسبة 4.9%. أما النشاط الزراعي في الفلبين فقد شهد توسعاً خلال العام الماضي. سجلت شركة فورد الأمريكية خسائر في الربع الأخير من عام 2018 مع تراجع إيرادات مبيعات السيارات من خارج أمريكا، فيما حققت زيادة في إجمالي الإيرادات. وقالت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات إنها حققت خسائر بقيمة 112 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له. وساهم تراجع إيرادات فورد من الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحول مصنعة السيارات إلى الخسائر في الربع الأخير من العام الماضي. نتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأعلى إيرادات لموسم 2017-2018 وفقاً للتقرير الذي أصدرته مجموعة ديلويت الإنجليزية. فقد تجاوزت إيرادات نادي ريال مدريد الإسباني نادي مانشستر يونايتد ليصبح النادي الأكثر تسجيلاً للإيرادات في العام الماضي 2018. وجاء ريال مدريد على رأس القائمة، يليه نادي برشلونة الإسباني في المركز الثاني، فيما ظهرت 6 أندية إنجليزية في المراكز العشرة الأولى. وحققت الأندية العشرين الأولى في القائمة رقما قياسيا في مجموع الإيرادات بإجمالي 7.4 مليار استرليني خلال موسم 2017-2018 بزيادة بنسبة 6% عن الموسم السابق له. وتقدم ريال مدريد من المركز الثاني إلى المركز الأول في القائمة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. وسجل ريال زيادة في الإيرادات بقيمة 85 مليون جنيه استرليني.